السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم متابعي قناة زينب المغير. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الكيك مكونات اللي هي جد بسيطة واقتصادية وكيجي لذيذ بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوش إذا كنتو جداد تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل يوم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذا الكيك غادي نحتاجوا ليه على بركة الله جوج حبات ديال البيض، 100 ملل ديال الزيت النباتية، ما يعادل كوب إلا ربع ديال العنبة. غادي نحتاجو كوب ديال السكر سنيدة، يعني كاس ديال العنبة ما يعادل 120 غرام. غادي نحتاجو 250 ملل من اللبن أو الرايب على حسب اللي متوفر عندكم، إما الرايب أو اللبن. غادي نحتاجو هنايا 200 غرام ديال الدقيق الأبيض، ما يعادل 2 أكواب ديال العنبة، وعندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو حلو، وغادي نحتاج معلقة كبيرة ديال الكاكاو مر، كيس من السكر فاني، وجوج أكياس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. هادو هما المكونات. ندوز على بركة الله في طريقة التحضير. هنا أول حاجة كنديروها كناخدو إما خلاط كهربائي أولا كناخدو يعني الكاس ديال مولينكس، كنديرو فيه 2 حبات ديال البيض، كنديرو كيس تاع السكر فاني، ثم غادي نديرو 120 غرام ديال السكر سنيدة أو السكر الخشن، كنطلعوهم مزيان، عاد غادي نضيف الزيت. من بعد ما خفقنا البيض مع السكر مزيان غادي نضيفو الزيت. هنا غادي نضيفو اللبن اولا الرايب على حسب اللي متوفر عندكم. هنا كناخدو الدقيق تنضيفو ليه 2 أكياس من خميرة الحلويات، تنضيفو ساشية ديال الكاكاو ما يعادل واحد معلقة كبيرة ديال الكاكاو مر بدون سكر، غادي نخلط نغربل هاد المكونات، حاولوا تغربلوهم مزيان. هنا كنبداو اخواتي نضيفو الدقيق اللي غربلنا مع خميرة الحلويات او البيكنج باودر، كذلك مع الكاكاو مور، تنخلطو المكونات وديما تنخلطو من تحت للفوق وكنجرو بحال هكا. هنا كما كتلاحظوا معايا خلطنا الخليط ديالنا، وجدنا واحد القالب اللي مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق، وغادي نفرغ فوق منه الخليط. بسم الله. من بعد كندخلوه لواحد الفران اللي تيكون بارد كيطيب على 165 حتى 170 درجة، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في الكيك كنطيبو غير من التحت، ما كنشعلوش عليه الفوق حتى كنبغيو نخرجوه واحد دقيقة ولا جوج عاد كنشعلو عليه الفوق. بالنسبة للكلاصاج باش غادي نصايب انايا هاد الكيكة، عندي واحد 90 ملل ديال الحليب، 250 غرام ديال حتى 250 غرام ديال الشكلاط، وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة. غادي ندير الزبدة مع الحليب حتى وكان يغلاو، من بعد ما غادي يغلاو غادي نزولهم، وغادي نوضع الشكلاط اللي نكون حكيتو من قبل. هنا كما كتلاحظوا كنضيفو الشكلاط من بعد ما كندوبو الزبدة مع الحليب كنغليوهم، كنضيفو الشكلاط وكنبقاو نحركو حتى كنحصلو على واحد الكريمة كتكون شوية عقدة، لأن هاد الكريمة ممكن تخليوها ملي كتخليوها تبرد ممكن ديرو بها يعني ديغوزات باش بالبوش، يعني تقدرو تزينو بها ليكيك ديالكم أولا ليكابي كتعطينا واحد الكامش. هنا كما كتلاحظوا معايا الكيك ملي تنخرجوه من الفران تنخويو عليه ديك الكريمة وكندخلوه الثلاجة تيبرد تماما. كتلاحظوا ان الكريمة عاقدة. بالنسبة للتزيين غادي نحتاجو على بركة الله كيس من بودرة لاكخيم شونتيي، غادي نحتاجو كاس ديال الحليب بارد، غادي نحتاجو واحد 2 معالق كبار ديال الجبن، ممكن ديرو اي جبن متوفر عندكم في البيت. بالنسبة لهاد الكريمة كتجي لذيذة بزاف لان فيها المذاق ديال الحلو والمالح، وانا غادي نزين بها، غادي نطرب الحليب مع الشانتيي وغادي نزين بها على شكل وريضات الكيك ديالي. هذه فقط مساله اختياريه. هنا كنفرغوا المحتوى ديال داك الكيس، نضيف عليه الحليب بارد وغادي نطلعه بباتور مزيان. بسم الله. هنا كما كتلاحظوا خفقنا هذيك الكريمه، غادي نضيف دابا الجبن. بالنسبه لواحد الملاحظه، انا ماشي ديما تندير الحليب، بعض المرات كندير غير الماء، يعني الا كان ما كانش عندي حليب ولا، وغالبا ديال الماء كتجي واقفه اكثر من ديال الحليب.
هنا كما كتلاحظوا الكريمه ديالنا حصلنا على هذه الكريمه واقفه. غادي ندير دابا بالنسبه لواحد الملاحظه بالنسبه للبنات اللي تيبغيو عمرو يعني كيبغيو يديروا لي تخت هكا ولا وسيرتو الحلاوي ديال لاكريم ما تتسيح ليهم بزاف الكريمه ما كتبقاش واقفه. ديما نقول لكم الا خدمتوا بالكريمه السائله ضيفوا ليها جوج معالق من هذه الغبره اللي درت انايا لانها كتجي كتفيكسيها. نحاولوا نحيدوا هذا الفيد اللي كاين في البوش باش ما يتقطعش لينا. صافي غادي ندوزو على بركه الله نعمرو ولا نزينو الحلوه ديالنا. هنا كما كتلاحظوا انا قطعتها يعني حيدت هذه الجوانب اللي كتكون بحال هكا وقطعتها مرصوات. ممكن نتوما تكبروا او تصغروا على حسب الرغبه ديالكم. ونبداو على بركه الله نزينو نديرو هكا دي غوزاص بحال هكا. هنا كما كتلاحظوا كناخذ شويه ديال الفريز حبات ديال الفريز اولا فرامبواز اولا يعني اي فاكهه حمراء كنقطعوها على جوج وكنوضعوها فوق من الكيك ديالنا بهذه الطريقه. الكيك ديالنا كما كتلاحظوا معي اخواتي من بعد ما قطعناه وزيناه تنقدموه تيجي لذيذ بزاف يعني بمكونات اللي هي بسيطه ممكن اننا نخرجوا كيكه يعني نقدموها للضيوف ديالنا تتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. لكم من اجمل تحيه الى حلقه قبيله بحول الله.